مرحبا يا خويا. عايشك. لاباس عليك؟ الحمد لله. شنو هي الخدمه؟ ماشيه لاباس؟ الخدمه مرمه. واش هي الخدمه؟ في المرمه؟ هاي. طيب في العاده تقعد تسنى لهنا اللي جا عيطوا لك؟ لا، الواحد المعارف عندها دور. يلزم المعارف. عندك معرفه تخدم، ما عندكش معرفه ما تخدمش. عندك سنه تخدم، عندك سنه ما تخدمش. حاجه واضحه. حاجه واضحه. فين تخدم المرمه؟ قول احكي لي، ما تقعدش كذا بالكلام. لاك زيرو. لاك زيرو هاي. لاك زيرو وشيرة البحيرة. قداش من عام تخدم؟ والله هذه ما نعرفش، يخدمك عام 6 شهور 7 شهور، ينجم يحبسك في كل وقت، خاطر نخدم بالكونترات. تخدم مع المقاولة؟ شركة. شركة خواص. فيها فلوس للمرمى ولا ما فيهاش؟ ما عادش كقبل، ما فيهاش مصوار، حكاية فارغة، قصين ياسر ويقصوا برشا. يقصوا. من يقص؟ يقص علينا كلامبو سينسياس وكالحكايات وكلها قصاص كل. بالنسبه للزوالي ماهوش ما القلم ضايع، ما يفضل منا شيء. قلت لي قص هاو سيبيا، تخدم في المرمى وصبوا عليك وشهريه تجيك في الكونت هكاك؟ اي عامل كونت يصبوا علي، عامل لهم كونت يصبوا لي على الكونت. انا شهريه تجيني 350 400 شهريه. هذه يسموها لا غالب، ما هذاك الوضع نتاعنا، هذاك الوضع، هذاك الوضع، هذاك الوضع. علاش ما بدلتش القلم؟ مشيش خدمت حاجه اخرى. شنو هو القلم؟ شنو عندك قلم؟ قولي لي خلينا نعرف. انت قول لي، انت تعرف السوق اكثر مني انا. شنو هو القلم؟ مش دوري خضره؟ مش تعملي خضره 100 واحد، مش تعملي غله 100 واحد، ايش عندك؟ مش تعملي اخر كلها البلاد كلها بيعنا، والبلاد واحد على قرع كل هاك تشوف فيها الموتى كل يوم، البركاجات والموتى والضرب. لا اسمع، كاكا يقولوا كنا عايشين بركاجات، روح ريتم طبيعي عادي جدا، تصير حالات استثنائيه في كل دوله تصير هكا. راه بلادنا امنه محلاها، بعض التيش في بعض الحالات النادره تصير مرات. سمعيني، هي ما نحكوش عليها وكانها حاله عامه. حاجه ما نحكوش عليها كانها حاله عامه. هذيك حاجه بالنسبه لتونس باهيه، نجم نقول لك باهي، نجم نقول لك خايب. تو انسان مروح مش طول على عيلته، فهمتي؟ قاعد مثلا شهر ولا شهرين مش يروح، يجيك مثلا واحد ينحيهم لك وعينك تشوف، ايش مش تحكي معاه؟ حيك فلوسك شكون انت؟ فلوس فيه. شكون احكي لك؟ هذايا بركاش، شيرة باب سعدون نهار الجمعة. كيف احكي لي القصة كيف ما هي، ما تقوليش كلمة هكا. أنا طالع من هنا مروح، صرتش للحناية اللي تدور وين تطلع الباب سعدون، المترو اللي يدور، مروح في الأربعة. خرجوا لي ماك المعمل اللي طايح من باب سعدون. ورا معمل البيرة خرجوا لي غادي نحوا لي الفلوس ومشوا على الواحد، حتى بطاقة تعريف مشات معاه. ضربوك صار شنو صار؟ لا لا ما ضربونيش، لا هما نحوا لي فلوسي ومشوا. قداش فلوس نحوك؟ نحوا لي 500. معلش الفلوس نتاع العلوش مشت. ايش مش تعمل؟ وهذه بلاد هذه. هبطوا كيفاش هبطوا من الموتور ولا شنو؟ هذوما عصابة قاعدين ثمك الخربل بجنب باب سعدون. خرجوا من ثم، خرجوا أربعة من الناس. انا غافل وهم تكتلوا علي وحدي. اديت لهم 500 يمشي. هاودي براكوني، واحد شد منه واحد شد منه، عيني تشوف نحوهم شو على الروح. مش عارفهم انت عندك فلوس؟ ما هم همش تو راهم اللي يلقوه هكا هو تو، ما يخدمه ما الخدم اللي يلقوه ينحوهم، لو ما عندك ما تعمل. وانت كي تعرف هالبلاصه هذيك فيها بركاجات، علاش متعدي من فمك وعلى سي، علاش ماشي على ساقك فهم؟ نقول لك حاجه، انا 35 سنه موجود لهنا، عمري ما صارت. اول مره تصير لي في التاريخ لهنا، اول مره تصير لي في التاريخ، عمرها ما صارت لي خلاص. ليش لا؟ نروح في ما 3، نروح في ما 9، نروح في 4. يعني أول مرة معناها قعدت نتفاجئ، أنا قعدت نتفاجئ. سامحني. على روحي أنا. يعني. كيفاش لميتهم هذه الفلوس هذا؟ أنت قلت لي تخلص 350. ما هو نخدم أنا بالسوق هكا شوي وهكا شوي وهكا شوي. أنا نلمك 500 400 300 زايدة. معناها نراعي من الدار، معناها نشوف أحوال الدار واش ناقصين كذا. أنت شنو الخدمة الأخرى برا المرم؟ نخدم السوق حمال، ندبر في راسي مع الأولاد. ندبر في راسي مع الجماعة يعني، ونهز مع هذاك ونحاول في هذاك، وأنا مثلي كاتب من ربي ناخذ هذا. أعطيه الواحد يدخل الفرنك وكهو. أعطيه الواحد يدخل الفرنك وكهو. تروح ديما لدارك ولا تعيش لهنا؟ كل 20 يوم نروح. منين دارك؟ أنا بنزرت. اسم البلاصة؟ ولاية بنزرت من بازين أنا. برشا مبازينا يجوا لتونس ويجوا يخدموا ويسووا. والله برشا، هم اشتروا من هنا يلموا في دبابز. مبازينا اشترت لهم في دبابز هنا باش انس العباد تقاومك العباد تسقاط وكل شيء معناه. مش خدم في بازينا؟ بلادنا بالع. شنو فيها هي فلاحة؟ بالنسبة لبلادنا فلاحة والخدمة. معناه انسان مطاشي برشا وما يعرفكش ما يخدمكش.
يعرفك يخدمك ما يعرفكش ما يخدمكش. انا بزين هذه عمري كامل فيها ما فيهاش مسوار. ما عندكش ارث؟ عندي يرث ما يعجلهمش للدار. انا باش تبيع مستحيل ما تنجمش تبيع. خواتك فلاحه انت كيف كل؟ لا عندي خويا يخدم في البلاد يصلح. هو ديجا ماخو شهاده نتاع دبلون نتاع ميكانيك ومعناه يدبر في راسه. وعندي واحد يخدم في وزاره الدفاع يخدم في الحاكم. على الاقل ارتاح اللي يخدم في وزاره الدفاع. اي الصغير بكل فهمتني معناه عايش تعب فيهم. اول واحد عايش تعب هو العبد ولا اخواتي كلها لاباس عليهم اللي انا معناه حوالي تعب على الاخر. بالك خاطر انت ما خدمتش على روحك. راهو الانسان راهو قد ما يسعى ويحاول يطور من روحه. اذا كان انت صغير عمرك كامل راقد وما تلوجش اللي يجي تصرفه. انا عندي تو يعرفوني الكل. عندي 30 سنه انا لهنا. عندي 30 سنه انا لهنا. 30 سنه لهنا موجود. حاول باش تعيش. شركات ونخدم لاباس والحمد لله. مني وصلت 2024 البلاد معناها بلعت. سنيك هو حسيتها صعيبة معاك؟ قلت لك من 2024 وارجع لتو بالعب. احنا تو في 2024 مازال اشهر. العام اللي قبل. العام اللي قبل. قبل 2023. وارجع جاي البلاد مزعلة. برشا عباد هل المهبط ياخذ السلعة باللبنان ياخذ رل. مثلا ماهيش بيع. البلاد معناها ما تفهم شيء. أنا البلاد معناها ما تبي منح حد شيء. أنت اليوم مثلا تجي البلاصة هذيا تقعد كيما الجماعة تستنى يجيش حد يسحقك في خدمة في حمولة. أنا نخدم أنا في الشركة. غير اليوم أنا عندي ما نعمل، أما نخدم الشركة أنا. شنو أنت مقاولات معناها؟ نخدم مع بوزقندة. في لاك زيرو. ديما فما خدمة؟ والله ما عارف. خدمة ما عندكش معرفة ما غير ما تخدم. علاش انسان راهو الكلام اللي تقول فيه معارف وما عندكش خدمة، راهو الانسان اللي نجم نقول سامحني في كلمة سلبي، راهو قد ما تسعى قد ما ربي يعطيك. نخدم في الشركات أنا عندي 30 سنة نخدم. فهمت ديما نخدم أنا ما نقعدش. إيش الفايدة تخدم وماكش تفضل ماكش قاعد تخمم كيفاش؟ عندي عائلة معناها ما تنجمش تفضل. قبل ما كانتش عندك عائلة ما كنتش تفضل. نفضل لاباس لكن عندي عائلة تاكل. عندي عائلة تاكل. ايش عندك من صغير؟ عندي أربعة. تقرا الكل؟ أي، عندي واحدة تقرا في مازال عام وتتعدي للجامعة. كبيرة. مازال عام تعدي الباك معناها. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. اللوتية تبارك كل شهر 80,000. كيفاش تحبي يفضل الواحد؟ ربي يعينك. فهمتي؟ كيفاش تحبي يفضل؟ تو كل شهر 80,000. معناه شهريتك ضعيفة، كيفاش تحبي تفضل؟ ربي يفضل وربي يعينك. عايش كامل.